إذن تكليف جديد للدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة. أستاذ عماد، يعني 5 أهداف تطلبها من الحكومة الجديدة لتحقيق رضا المواطن. بالترتيب، ويعني بعضها يعني مستخلص من الكلام اللي اتقال النهارده بعد لقاء السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي. نمرة 1، صون الامن القومي، وده مهم جدا. بعض الناس ما بتاخدش بالها انه بدون صون الامن القومي وبدون حدود راسخه وبدون هدوء لن نتحدث، لا، وبدون مكافحه الارهاب لن نستطيع التحدث على اي نوع من التنميه. نعم. نمرة 2، ضبط التضخم والاسواق والاسعار. دي المساله الرقم لبعض الناس هي رقم 1، قد تتعدى الامن القومي رغم انهم مرتبطين، وبالتالي بدون هذا الامر ده المدخل الرئيسي لرضاء المواطن عن اي وزير، عن اي حكومه، عن اي سياسه. نمرة 3، دعم حقيقي للقطاع الخاص. نسمع كثيرا تصريحات مهمه ومؤثره، لكن تحتاج الى تفعيل حقيقي من قبل الناس اللي هي بتعرقل الامور على الارض. يعني الدوله والحكومه والسيد الرئيس ورئيس الوزراء بيتكلموا كتير وطول الوقت على ضروره دعم القطاع الخاص، بس حينما يتم التنفيذ على الارض بتبقى فيه مشكلات. مطلوب ان احنا نذلل ده وتتحول الى سياسه حقيقيه على الارض. رقم 4، دعم الزراعه والصناعه وكل ما له صله بالصادرات. بدون ما نصلح الصناعه والتجاره وبدون ما يبقى فيه زياده في الصادرات هتتكرر المشكلات كل مره. يعني في نمط عند مصر 3 4 سنوات من الاستقرار الامور بتضرب، لانه في فرق ما بين الصادرات والواردات حوالي 30-40%، فبنضطر نعمل سياسات اقتصاديه ورفع اسعار وهكذا. الـ5 هي تطوير المشاركه السياسيه، وانا شايف ان دي مساله موجوده النهارده في كلام السيد الرئيس، اهدافه اللي طالبها من الدكتور مصطفى مدبولي، ومهم جدا وجيد جدا ان هي تكون موجوده، لانه ايضا من دون هذه المشاركه السياسيه التنميه الاقتصاديه محتاجه مشاركة سياسية أكبر قدر من القوى السياسية المدنية والمؤمنة بالدستور والقانون والدولة المدنية. مهم جدا أن هي تبقى موجودة، تبقى مشاركة، وأنا أظن الحوار الوطني عمل جزء مهم في هذا الإطار. أكبر قدر من المصالحات الوطنية فيما يتعلق بالقوى المدنية فقط، مش القوى التكفيرية والظلمية، عشان ده اللي هيبقى رافعة للمجتمع بأكمله ودفع ليه في المشاركة، وأتمنى أنه يتم ترجمته فعلا على الأرض، وعندنا مؤشرات على ده إن شاء الله. أنا هرجع للمشاركة السياسية تاني، ولكن أسمع 5 أهداف دكتور على مستوى المواطن. يعني بلاش على مستوى الدولة، خلينا على مستوى المواطن في الآخر. تأثير جيد طبعا، السيطرة على الأسعار ومكافحة ومجابهة التضخم. بعد كده التعليم، ودي مشكلة في كل بيت ولو قدرنا نحلها. نمرة 2، الصحة، ومراعاة بقى أسعار الدواء والصحة وتقديم العلاج وتقديم الرعاية الصحية. بعد كده طبعا البطالة، يجب أن يكون هناك مشاريع لتشغيل كل الشباب الخارجين. وبعدين هرجع تاني لأهداف الدولة زي ما الأستاذ عماد قال، طبعا زيادة الإنتاج والمشاريع والفجوة التصديرية، وكمان مهم جدا أهتم بالمشروعات الصغيرة، لأن أنا محتاج أوصل لمرحلة مستلزمات الإنتاج أبتدي أنتجها في مصر عشان أقلل، ودي حاجات مهمة. وتاني برجع أقول ما زلت مصر على موضوع الاقتصاد الموازي أو الخفي أو الاقتصاد الظل. يجب أن نجد آلية لدخوله جوه المنظومة، لأن ده هيعمل نهضة سواء في الناتج المحلي أو في دعم الدولة نفسها. ولذلك برضو مفيش حكومة اهتمت بهذا الملف. ويمكن هأثير حاجة غريبة شوية وقلتها في وقت مناقشة الموازنة، مش عارف حضرتك يعني هتحفظي عليها ولا هتكون. أنا شايف إن أنا مضطر ألجأ للدول الأجنبية، في أنا عندي 1,500,000 قطعة آثار في معارض الخارج، وثلاث أرباعهم مهربين. هذه الآثار الموجودة في المعارض في الخارج على الملأ، مش مستخبية ولا في البيوت. هل في آلية ان انا اقدر اخد عنها جعل؟ هل آلية اطالب بيها؟ هل معلش انا لما اتكلم على 1,500,000 قطعة آثار في متاحف بريطانيا والمانيا وفرنسا وامريكا
والدول دي مدايناني وعلى اقساط. لا انا عايز جعل، انا لو خدت $1000 على مش القطعه مش للدرجه دي يعني. لا للدرجه دي ما هي خرجت، لا خرجت يعني ايه بتعمل دي يعني بثروتي، خرجت في بثروتي. اوقات هو انا مش ورثها؟ هو انا دلوقتي مش احنا وارثين الكلام ده ولا انا بورث بس الديون؟ يعني هو انا، هو انا عشان مش عارفه اسدد الديون أنا اللي عليا. لا 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 انا عايز، انا عايز اسال سؤال، هو هل دي مش ثروتي الموجوده بره ولا اتناساها؟ طيب يعني دي قضية. بس أرجع للتعليم، أنا بس أنا عندي ملاحظتين أساسيتين على دكتور أيمن. في قضية فرعية مهم إننا نعملها، بس مش دي صلب الحاجات الأساسية. نمرة واحد. نمرة اتنين، التعليم. التعليم هدف كلنا بنتكلم عليه، بس أنا التعليم مش قرار وزاري بكرة أو جمهوري هيتعمل لكن لأنه التعليم هو تراكم سياسات كثيرة وعقود طبعا، وعايز موارد كثيرة للعمل.